السلام علیکم سامعین، 15 رجب ہے، 17 فروری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد جاوید بدھو پورہ کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ قاری موصوف جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے استاد جناب قاری مسعود فلاحی مظاہری اور جامعہ اشرف العلوم رشیدی کے استاد جناب قاری محمد طالب مظاہری ہریانوی کے شاگرد رشید ہیں۔ ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا